ومعنا مديرة مكتب التلفزيون العربية في بيروت جويس الحاج خوري. جويس، هل يمكن أن نربط الحادث الذي حصل أمس بالحادث الذي حصل اليوم في عرسال؟ وما هي هوية المسلحين الذين أطلقوا النار على الجيش اللبناني في عرسال؟ بحسب المعلومات الأمنية فإن مصادر النيران التي أطلقت بعد الحادث كانت من أحد المخيمات السورية، وعلى إثره تم تطويق هذا المخيم من قبل الجيش اللبناني. حصلت مجموعة مداهمات أجراها الجيش اللبناني على خلفية هذا الحادث، ولكن لم يتم توقيف أي من النازحين السوريين. ولكن دعيني أشير إلى أن الانفجار حصل هو انفجار دراجة نارية كانت مركونة على جانب الطريق، مزروعة بداخلها عبوة ناسفة. عندما مرت الآلية التابعة للجيش اللبناني تم استهداف هذه الآلية. الآلية كانت متجهة لإجراء مسح ميداني لموقع التفجير الذي حصل بالأمس، حين كان هناك اجتماع للهيئة الشرعية للقلمون في تلك المنطقة. بحسب بيان الجيش اللبناني، هناك 5 جرحى من الجيش اللبناني نقلوا عبر طوافات عسكرية إلى مستشفيات بيروت، ولكن يؤكد الجيش اللبناني أن هذه الإصابات هي إصابات طفيفة. أيضا هناك معلومات عن سقوط جرحى بين المدنيين، ولكن هذه المعلومات أو العدد الصحيح للمدنيين الذين سقطوا جرحى ليس مؤكدا. هناك من يقول أن هناك 3 جرحى، وآخرين يقولون أن هناك 5 جرحى، ولكن بطبيعة الحال الوضع هادئ في هذه الأثناء في بلدة عرسال بعد ما حصل ظهر اليوم. شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت.